أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاث الموافق 20 يونيو 20 حزيران 20 6 2023، يوم بالنسبة ليك هتنشأ من خلاله حالة صراع في العلاقات الأسرية اللي بتبقى متعلقة بنقل أو استئجار أو شراء بيت جديد، في ممتلكات إضافية، في مصالح مادية مختلفة. هتواجه بعض منكم في حالة نزاع هيبقى بيتعلق بممتلكات الأسرة أو حتى الممتلكات المشتركة بالنسبة للأشخاص اللي حواليك. في إمكانية تورط واضح في دعوى قضائية وحل قضية قانونية ذات طبيعة مختلفة بالنسبة لأسرتك. هيكون النهاردة المشاكل الرومانسية مش متوقعة وقصيرة الأجل، لكن ممكن يكون في عواقب كتيرة لتأثراتك اللي دايما بتبقى في حياتك الشخصية. هيحصل حدث مهم جدا هيبقى بيتعلق بامرأة من دايرة أقربائك أو أصدقائك. ممكن للأشخاص النهاردة إنهم يكون عندهم اتصالات اجتماعات ممتعة. كل الأشخاص هينخرطوا في مهمات عائلية هتهم رجال من أسرتهم أو دايرة أقربائهم بنسبة كبيرة جدا. هيجيب ليك محادثات وإجراءات متعلقة بصحة حد من أفراد أسرتك. بالنسبة ليك بأمان النهاردة حركاتك لازم تعتمد عليها، هتكون قوي جدا وبالتالي هتفيدك لما تاخد قراراتك. متى كان الوقت مناسب عشان تحل مشاكلك المعقدة؟ يومك مناسب عشان تاخد قرارات صحيحة وعملية بتتعلق بأسرتك أو ببيتك. التلات مناسب لي بفضل تطورات حلوة في علاقاتك مع النساء ومع أقربائك أو أصدقائك أو حتى معارفك. محتمل جدا أنك تحصل على مساندة من امرأة بتحقق من خلالها نجاح واضح في اليوم ده. هتبتدي تظهر أفكار مثيرة لاهتمامك هتتعلق بتحسين شؤون أسرتك في اليوم ده، خاصة لما تبقى مرتبطة بالفلوس. هيكون بعض منكم مبسوط جدا بأنه بيحقق مكاسب حلوة غير متوقعة من خلال أنه بتلاقي أموال حلوة من مصادر مختلفة. النهاردة هيكون وقت مناسب عشان تنفذ خطط هتبقى متعلقة بانتقالك من مدينة لمدينة تانية أو من بيت لبيت تاني. في وظيفة مختلفة هتكون النهاردة مثيرة لاهتمامك وعاطفتك بشكل كبير. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.